عيبت الله عندهم معاهم حسابات. قلت ما غنطلع حتى شي واحد معايا في اللايف، سيت تقرا صيفط عليا ميساج قد هكا غنسكرين لكم كلشي انا وشنو هو وانا مطلع بوحدو، حتى هو مصيفط لي دوموند وما طلعتوش بوحدو، اقسم بالله غاب بوحدو. ودابا طالع في لايف كيقول لهم القاعده هي الفعله التركه. انا عطيتك شويه ديال البوز دابا حتى شي وقت اللي كتقلب عليه، ولكن الملالي ما تبقايش جبني على فمك، عرفتي علاش؟ حيت انا ما توصلش ليا، كتقول انا درت البوز ما درتش البوز، وفاند كونت انا راه شويه اون 5 اني ميديسين جينيرال، هادشي راه خضر على الطعام، ما كنصب على دريات ما كنختص بدريات، ما جراو عليا من الخدمه، فهمتي؟ فهمتي ولا ما فهمتيش؟ يعني انا السوشيال ميديا ها طلقه تصرح داكشي، اش ما تصرتش شحال من واحد هنايا. مي ابار سا بون، هاد لي فو كونت لي مصيفطهم لو بيرفير نارسيسيك طق طق اوكي. دونك انا ما اختص بدريات، ما نصب على دريات في الفلوس في البينغا ما حتى شي حاجه، غتزيد جبدني على فمك راك ما عارفش راسك مع متحطيتي، راه غنجيب لك دواسك والخوخ ديال الخوخ اللي غيخليك ديزاكتيفي الانستغرام وما تبقاش تبان عند الناس، تكمش لبدها فاش كيكون عندك البالماريسك كتلبدها. طالع اخويا صحاب ديك سلا بي سلا سان كوسكوس القايده القايده انا هبلا 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 اخاي انا حط لي سكرين دابا ماكش كنعرفك اصلا، جاي كتقولي طلعيني معاك في اللايف، طلعيني معاك في اللايف نطلع معاك. البارح باش تعرف عيبك بان بوحدك مقروس، البارح طراو المشاكل قلت ما نبقى نطلع مع حتى شي واحد في اللايف، انت خرجتي من رونتك انا والقايده مالك اخويا ياك. الله البارح طلعت معاك في اللايف وهانيه وكبرت لك الشان وطلعت معاك مع شي 7 ديال الصباح والناس حاضرين، ياك مزغتي شويه زادوا لك شويه ديال لي زابوني بالحس الكابا مع الروابا كتصالح مع الروابا كتل... هنا 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 راك في المغرب ما تلعبش معايا هاد اللعب حيت انا ما تقدش عليه. ابار السوشيال ميديا ما كنهضرش معاك في السوشيال ميديا، كنهضر معاك في الحياه الواقعيه، وراك عارف راسك اش داير في الحياه الواقعيه، دوك بلا ما نزيد نزبلها عليك حيت اللي فيك كافيك. وانا كنعرف شي حد فاش كيكون اللي فيه كافيه ما كيطلعش يخرج عينيه في البوبليك كيسحاب ليك. انا غنبقى انا ما هضرتش معاك من البارح طلعتي وكراشيتيني في ستوريات وجاوبتك لا، حيت ما كنبغيش نهبط لواحد النيفو اللي هو مسكين. مي بارفوا اي فو بروندر لاسانسور اي ديساندر للسوسول وتعطي القصح وتعاود طلع، هادشي اللي كنعطيك. راك عارف النصب والاحتي اللي دايرو، وراك عارف علاش ما بقيتيش خدام، وراك عارف شحال من حاجه غتجيد تجبدني على يديك، راك عارف شكون غيدق لك في باب دارك القانون، حيت باش تجي تبقى تسب فيا وانتي وانتي. انا راه سانكيام اني ميديسين جينيرال، انا راه السوشيال ميديا ما كنصب فيه على دريات على قد كنلعب ليهم على المخيخ ديالهم، ما كندخل فلوس من هاد الشيء، داكشي علاش الحمد لله صورتي معايا بعد الله باقا مزيانه. دونك اريت دو فير لو هبالا هبالا باسكو لا في سي با ان كوسكوس، باسكو سي عتعاود جبدني على فمك انا ما نبقاش نكراشيك بالترولات وندير عليك الفيديو، لا 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 لا. انا اول حاجه القانون، ثاني حاجه غنحط لك داكشي باش الناس يعرفوك على حقيقتك. دوك قايده ماشي قايده سيسول عليا انا بنت شكون وشكون وفراس مالي شنو، وعاد اجي حل فمك. راك غلطتي وراك كيف ما كنقولوا زغتي وطغيتي، انت طمعتي بزاف. علاش؟ حيت طلعتي على ظهر الناس فين ما كان شي لايف كنلقاك فيه داخل خاشيك رموسك باغي لي زابوني صحه، واش تي كوا فريمون كو عندك شي ابوني كيسحب راسك عندك تيم مسكين مسخوط والله الا مينيو. شوف انا الناس شويه غالطين فيا، شوي اون في ايسو دو بون فامي، شوي تري كلين، داكشي اش ما جاوبتكش درت عليا ستوريات الصباح وصلهم ليا الناس باغين الفراجه، قلت لا ما نهبطش على المستوى، ولكن باش دير عليا لايف وطلع ليا لي زابوني. ايكوت فاش كتكون داير النصب والاحتيال وكتكون داير الاختصاب وجراو عليك من الخدمه على هذا الشيء بلا ما تبقى طغى وتطلع ودير فيها الرجوله وانا كاين، حيت السوشيال ميديا اوكي درتي شويه بلايصك بالحس الكابا كتطلع مع رابر هنا تقعد هذا وانت ها مخلويد، انت ها كتبغي الفرقه الرابحه، انت الراجل سبيتيها فاش كبر عليك الماتش قلتي لهم احكا انا سمحوا ليا
الرجا ما راه يشدوك يدفنوك وانت باقي حي باقي مبلق عينيك. شتي الماتش كبر عليك وانت تقول لهم احق. اسمع اخي انت ما بوليسي ما بيكالا راك عارف علاش داروك اورجو غتزيد تهضر انت اللي ما عارفش هي انك واخا سوبريميتي لي كونفرساسيون معايا في انستغرام انا سكرينيتهم غنحطهم بوست انستغرام باش الناس يعرفوك شحال الحاس الكابا وشحال عزيز عليك البوز وكتموت على البوز. داك السيد كيموت على لي زابوني يبقى يطغى عليكم يقول لكم اخوتي انا معكم رجوله وانتم اخوتي ترى ناصب على الدريات في الفلوس الصحاح ترى مختص بدريات انت داكشي اللي عنده معاه في الحياه الواقعيه اش مابقاش خدام في نظركم اجا مابقاش خدام غتزيد تجبدني على سميتي انا غتجبد عندك في اللايف اقسم بالله العلي العظيم راك ما عارفش راسك مع من لعب انا ما غنهضرش معك في اللايف صحابك انا بحالك مقلقه نقنطل نجاوب معك في اللايفات ما عندي ما يدير في حياتي انا دابا عطيتك شويه الوقت حيت طغيتي ما تدخل لو بوين سور ليزي بغيت نردك شويه لبلايصك باش تفيق باش تفروحتي فيق معانا اخويا وقف عند حدك حيت لما وقفتيش عند حدك القانون غيوقف كان حدك وانا غنخليك في هاد انستغرام تمرقن ما غتبقاش تدخل ما غتبقاش عندك الوجه باش تطلع لايف حيت تقدر تقول عليا انا كنلبس كندير كنفعل كنترك انا سوقي في الاخر داير علاش نرجع ما كنصبش على الدراري ما كنصبش على الدريات وما كنختصبش الدراري والدريات انت اش كدير تخرج العينين وكدير راسك راك واصل انا راه كاين سمح لي يا خويا ماشي خويا سمح لي يا فلان حيت راه بزاف عليك تكون خويا انا شوي تري ديريكت اي جو سوي تري ابستريت لو فات انك طلع درتي عليا ستوري ما هضرناش قلنا خليه مسكين باغي يدير شويه البوز حيت انت عزيز عليك الفيوز ولكن باش تطلع دير عليا لايف تقول القايده على القرده سير شوف شكون رباوك حيت كون رباك مزيان ما غاديش تكون في هذا الشيء اللي وصلت عليه دابا ما تخلينيش نجبد لك البالماريس حيتك ما عرفتش راسك مع من تحطيتي انا وكان غنطو فيا يمكن هنايا في انستغرام حيت مع انا من نوع لي هاد الوقيته عندي امتحانات وممسالياش البوزبال كنسحب لهم انا كيليميني غنطلع ندن بكيليهم نقول لهم او مون ديو او ماي جاد انا راه حط لك بلاناتك اكثر من اي واحد علاش حيت ما كان ديما كنربح من هاد السوشيال ميديا انا كنطلع كنضحك مع ولاد الناس مع ولاد الشعب ما عنديش مع النفاق والدراري اللي كيديروا فيها ولاد الشعب واكبر نصابه واكبر ولاد الحرام داك السيد اخوتي بعيد على داكشي اللي نتوما موقعين والناس اللي متبعين وجايين من طرفه سيروا فيقوا شويه توقدوا انا مازال ما عطيتكمش